للبيبر لان لسه انت عايز داخلين يعني. العنوان بتاع الشريحة؟ حاضر حاضر. كده واضح كده، شايفين العناوين بتاعتهم؟ ايوه تمام كده. تمام. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي بقى، يبقى احنا الحاجة الأساسية اللي ممكن يجي فيها سؤال حكاية ايه؟ ان الابستراكت مش موجود في البروتوكول. يبقى ابقى فاهمة كده ان البروتوكول نوت انكلودد الابستراكت. ليه؟ علشان الابستراكت ده بيسمرايز all steps of application of thesis، كل الخطوات بتاعة تطبيق الرسالة. فالبروتوكول لسه ما طبقناش ولا عملنا حاجه، يبقى الابستراكت ملوش مكان عندنا في البروتوكول. تعالوا نشوفوا بقى السنتس بتاع الفيرب تايم، يعني ايه؟ يعني زمن فعل الجمله. احنا السيسز احنا خلصناها وخلصنا، يبقى باست في الباست تنس، يبقى السيسز في الباست تنس لان عملنا كل الشغل. والبيبر مستخرج من الرساله، يبقى البيبر برضو في الباست تنس. لكن البروتوكول في الفيوتشر تنس، دايما في البروتوكول نكتب ويل ويل بي، ويل بي والتصريف التالي. خلاص بقول احنا سوف نعمل، احنا ان شاء الله هنعمل. يبقى في البروتوكول دايما في الفيوتشر تنس بنستخدم دايما ويل او نستخدم ويل بي والتصريف التالي. يبقى كده لما اجي اقول البروتوكول في الباست تنس ترو ولا فولس، ردوا عليا. فولس في الفيوتشر تنس. ايوه برافو عليك، برافو عليك. خلاص تمام كده. الانترودكشن، الانترودكشن بقى، الانترودكشن بتاعت البروتوكول هي الانترودكشن بتاعت الرسالة، ولكن البروتوكول بيتسجل وبنعمل الرسالة بعد سنة من تسجيل البروتوكول في الماجستير، وبعد سنتين من تسجيل البروتوكول في الدكتوراه. فلو في بعض الناس بتكسل وتاخد نفس الانترودكشن بتاعت البروتوكول وتحطها للرسالة، مفيش مشاكل، لكن يفضل ان احنا بنعملها ابديتد، بجيب ريفرنس جديدة. يبقى الانترودكشن، الانترودكشن موجودة في البروتوكول ممكن تبقى the same in the thesis. يبقى هي نفس الانترودكشن بتاعت الرسالة، هي نفس الانترودكشن بتاعت الايه؟ بتاعت البروتوكول. وممكن برضو اخدها في البيبر، لان انا باخد البيبر من الرسالة. فالانترودكشن ماشية معايا في الثلاثة. خلاص؟ ولكن يفضل ان هي في الرسالة بتبقى updated، يعني باخد اللي بجيب ريفرنس جديدة. طب شكل الانترودكشن دي ايه؟ هنقولها بعدين لما اجي اخلص. بشكل الكريتيك، يبقى انتوا كده بس مجرد بتعرفوا مقارنه بين السيسز اللي هي الرساله والبروتوكول اللي هي الخطه المستقبليه بتاعه الرساله، ماشي، والبيبر اللي هو البحث المستخرج من الرساله. اتفقنا؟ يبقى احنا كده عرفنا الرساله بتتكتب في اي زمن، وعرفنا الانترودكشن بتمشي في الثلاثه. شايفين الكلام اللي مكتوب قصاد الانترودكشن؟ شايفينه معايا؟ حد يرد علي؟ ايوه دكتور معاك. الانترودكشن بيقول لك عبارة عن ايه؟ updated reference covered all items in the title about 2 to 3 pages end with significance of the problem او prevalence rate او الايه statistical ratio. يعني ايه؟ يعني المقدمة بتاعت البروتوكول دي عبارة عن ايه؟ احنا قلنا البروتوكول في الكفر الاولاني خالص بتاع البروتوكول والرسالة والبيبر فيها التايتل اللي هو العنوان. فالمفروض في الانترودكشن بتبقى انكلود ايه؟ انكلود كل توبيك موجود في التايتل، او كل كلمه كبيره او عنوان كبير موجود في التايتل لازم اكتب عنها باراجراف او اثنين. فالانترودكشن دي بتبقى عباره عن مثلا 9 باراجراف او 10، وينتهي بايه؟ بسيجنيفيكانس اوف ذا ستادي، ليه انا عملت الموضوع بتاعي، اسمها اهميه المشكله او حجم المشكله. نسبة حدوث مرض كورونا دلوقتي قد ايه؟ يبقى اجيب من الاحصائيات واكتب الريشيو، يبقى دي اهمية المشكلة، حجم الموضوع. بقول يا جماعة الموضوع ده خطير، الموضوع ده منتشر، احنا بنعمل البحث بتاعنا عشان. يبقى الانترودكشن عبارة عن من 3 لـ 5، وفي بعض الناس يعملوها 7 ورقات او 5 ورقات، من 2 لـ 3 بيجز، المهم ما تقلش عن صفحتين وما تزيدش عن 7 ورقات. وفيها كل اللي مكتوب في الانترودكشن ريليتد بالعنوان بتاعنا. بتنعكس من العنوان او بتستخرج من العنوان بتاعنا، بدخل على النت واعمل سيرش على كل كلمه في العنوان واجيب عنها باراجراف او اثنين، ده في الانترودكشن. وانهي الانترودكشن باهميه الموضوع او حجم المشكله كان قد ايه. الانترودكشن دي موجوده في الثلاثه، موجوده في الرساله، موجوده في البروتوكول، موجوده في الايه البيبر. اتفقنا؟
الشريحة اللي بعد كده بتوضح ايه؟ بتوضح الـ aim of the study والresearch question والresearch hypothesis. الـ aim of the study اللي هو الهدف بتاع الدراسة بتاعتي. الـ aim of the study والresearch question والresearch hypothesis موجودين في الثلاثة، في الثيسيس والبروتوكول والبيبر. يبقى اكتب واحدة في واحدة بس present، واكتب في الباقيين the same، يعني نفسه typical. يبقى ما فيش تغيير في الـ aim، ما فيش تغيير في الريسيرش كويتشن، ما فيش تغيير في الريسيرش هايبوثيسز. الثلاثه اللي موجودين دول موجودين في السيسيس او البروتوكول او البيبر. خلاص، يبقى لو عندي سؤال بحثي هيبقى السؤال بحثي في الرساله هو اللي في البروتوكول هو اللي في البيبر. لو عندي فرض بحثي هيبقى الفرض البحثي هو اللي في البروتوكول هو في السيسيس هو في البيبر. الهدف بتاعي واحد في الثلاثه، لان العنوان واحد، العنوان واحد في الثلاثة، يبقى الهدف واحد في الثلاثة. اتفقنا؟ خلاص كده؟ في حاجة اسمها الريفيو اوف لتريتشر. ريفيو اوف لتريتشر انتوا خدتوها مع الدكتورة دعاء او الدكتورة زينب، اللي هو الإطار النظري بتاع الرسالة بتاعتي. يعني ايه الإطار النظري؟ يعني عبارة عن شابترز، كل كلمة كبيرة في العنوان بجيب عنها شابتر. طبعا ده موجود في الرسالة بس، استحالة هيكون موجود في البروتوكول اللي هو عبارة عن 20 ورقة، واستحالة هيكون في البيبر اللي هي موجودة برضو عبارة عن 20 أو 25 ورقة. برضو البيبر بتبقى في حدود 20 أو 25 ورقة. فهو موجود في السيسيس الريفيو أوف لتريتشر، ولكن مش موجود لا في البروتوكول ولا في البيبر. يبقى أنا بقى في أسئلة الصح والغلط أنا أركز على الحاجات دي، أجيب الريفيو أوف لتريتشر وأقول لك ده موجود في البيبر صح ولا غلط. حد يرد علي؟ سنة رابعة محدش كلكم خلاص ما بقتوش موجودين معانا يعني ولا ايه؟ خالص يا دكتور. صح ولا غلط الريفيو اوف ليتريتشر موجود في البيبر ولا لا؟ عايز حد يرد عليا بصوت عالي. غلط. خالص. ايوه ايوه تمام كده. ايوه خليكم صحصحين، الحاجات دي هيجي منها في الامتحان، وانا بحب اركز واحب اجيب من الحاجات اللي انا بشرحها وبشرحها كويس. طالما انا بوصل المعلومه وبقولها مره واثنين وثلاثه احب اما اجيبها في الامتحان الطالب ايه يجاوب عليها. خلاص؟ يبقى الإطار النظري موجود في الرسالة بس، مش موجود في البروتوكول ولا موجود في البيبر. اتفقنا؟ تعالوا نشوف الشريحة اللي بعد كده. طبعا انتوا عندكم في الكتاب في مقارنة بين السيسز والبروتوكول، ومقارنة بين السيسز والبيبر، في جدول كده وجدول كده. انا في السلايد وفي العرض النهاردة جمعت لكم الثلاثة مع بعض عشان الناس اللي هي عن بعد يبقى سهل انها تتابع معايا، عشان اسهل عليك زي ما سهلت لكم كده محاضره السامبلنج. ماشي، فركزوا معايا بقى عشان تستفادوا. عندنا السبجكت والميثودز. السبجكت والميثودز موجودين طبعا في السيسز، موجودين في البروتوكول ولكن مختصرين، بط ان بريف. يعني ايه؟ يعني بصوره مختصره. في السبجكت والميثود بتنتهي بالريسيرش ليميتيشن. ليميتيشن يعني ايه؟ يعني البارير اللي قابلت الباحث وهو بيطبق البحث، الاوبستكلز، ايه هي المعوقات، ايه هي الصعوبات اللي قابلته. طب انا لسه يا جماعه في البروتوكول ما طبقتش البحث، هكتب ليميتيشن ليه؟ يبقى الليميتيشن مش موجوده في البروتوكول، برضو هستخدمها في اسئله الامتحان اما اجي اجيب الصح والغلط. الليميتيشن موجوده في البروتوكول وليه؟ وعلل. تقول الراشونال، لان الليميتيشن دي بيزد على الاوبستكلز والبارير اللي ايه هو which are faced ذا ريسيرشر، اللي هي قابلت الايه الريسيرشر. فالبروتوكول لسه الباحث ما طبقش الرساله بتاعته، يبقى ما فيش ليميتيشن موجوده في البروتوكول، ولكن الليميتيشن ممكن اكتبها في البيبر. يبقى الميثودولوجي او السبجكت والميثود موجوده في الرساله السيسيز، موجوده في البروتوكول بصوره مختصره لان لسه ما طبقناش حاجه، بنقول ان شاء الله هنعمل كذا وكذا وكذا بصوره مختصره. معناش الليميتيشن في البروتوكول لكن موجوده معانا في السيسيز. الميثودولوجي اللي في السيسيس هي نفسها الميثودولوجي اللي في البيبر، ولكن بشيل بس الادمنستريتيف ديزاين عشان بقوله في الايثيكال كونسيدريشن. يبقى عندي الميثودز اللي هي اسمها سبجكت اند ميثود اور ميثودولوجي، اللي هي طريقه تطبيق البحث، موجوده في الرساله كامله، موجوده في البيبر كامله ما عدا الادمنستريتيف ديزاين، مش موجوده في البروتوكول غير بطريقه مختصره، ومش موجود معاها الليميتيشن. اتفقنا؟ يبقى كده الليميتيشن موجوده في البيبر. حد يرد عليا؟ الليميتيشن موجوده في البيبر يا شباب سنه رابعه؟ لا يا دكتور.
ايوه الميديكيشن موجوده في موجوده مش لا موجوده في البيبر لان البيبر مستخرج من الرساله. الليميتيشن موجوده في الرساله وموجوده في البيبر. الليميتيشن هي ايه؟ هي البارير اللي قابلت الباحث عشان يطبق البحث. خلاص يبقى الميثودولوجي، الميثودولوجي عباره عن كام نقطه بقول فيهم انا طبقت البحث بتاعي ازاي. يعني كلمه سبجكت اند ميثود اسمها المختصر بتاع الميثودولوجي. الميثودولوجي موجوده في الرساله وموجوده في البروتوكول وموجوده في البيبر، بس في البروتوكول مختصره وما فيهاش ليميتيشن، في البيبر موجوده باستفاضه زي ما هي موجوده في الرساله ولكن ما فيهاش الادمنستريتيف ديزاين. اتفقنا؟ ماشي يا سنه رابعه. تعالوا بقى في النقطة اللي بعد الميثودولوجي، لو مسكتوا أي رسالة في المكتبة هتلاقوا الفواصل، في فواصل كده بعد الميثودولوجي في الريزلت، الريزلت اللي هي الجداول، الريزلت اللي هي الجداول اللي أنا بفرغ فيها وبقول فيها أنا عملت البحث بتاعي إزاي وكانت النتيجة إزاي قبل وبعد التطبيق كان شكلها إيه، كان كام في المية من الحالات معلوماتهم كويسة، ما عندهمش مثلا انطباع عن حاجة معينة. فالجداول دي بتوضح الشغل بتاع الرسالة، الجداول اللي في الرسالة تحت عنوان الريزلت، الريزلت دي موجودة في الرسالة وموجودة في البيبر لكن مش موجودة في البروتوكول لأن لسه ما طبقتش. فما أجي برضه أقول الريزلت بريزنت إن ذا بروتوكول نوت فاوند، الريزلت نوت فاوند إن ذا بروتوكول بات فاوند إن ذا سيسز أند بيبر، بس موجودة في البيبر بشكل معين. أنا بقول بحث مستخرج من رسالة وبقول إن البحث ده عبارة عن حاجة وعشرين ورقة لكن الرسالة بتوصل لمئتين ورقة، فعدد الجداول اللي في الرسالة أكبر بكتير من اللي موجودة في البيبر. الموجودة في البيبر حوالي من خمسة لسبع جداول. فبعمل إيه؟ بعمل سيليكشن، بعمل سيليكت للتيبل اللي هي بتعمل إيه بقى؟ للتيبل وللفيجر اللي هي أنصر على ريسيرش كويتشن وسبورت الهايبوثيسيس. يبقى أنا عندي في الرسالة الريزلت موجود بالعشرين جدول، ممكن يعملوا في الرسالة عشرين جدول ويعملوا زيهم 10 فيجر. ده في الرساله اللي هي السيسز. لكن البروتوكول ما فيهوش جداول خالص، البروتوكول ما فيهوش ريزلت خالص، نو نوت بريزنت نوت فاوند. لكن في البيبر بختار بقى سيلكت التيبل، سيلكت التيبل اللي هي بتعمل ايه؟ اللي هي اتشيف الايم، بتحقق لي الهدف، اللي هي بتانسر للريسيرش كويتشن، اللي هي بتعمل سبورت للهايبوثيسز. يبقى البيبر فيها ريزلت ولا لا؟ ردوا عليا. سنة رابعة. أيوة موجودة بس بتكون ريزلت ولكن لمين؟ سيلكتد للتيبل اللي هي اتشيف الايم واللي هي انسر للريسيرش كويتشن وسبورت الهايبوثيسز. تمام؟ تعالوا نشوف الديسكشن. يعني ايه ديسكشن؟ الديسكشن دي اللي هي تفسير النتائج، الريزلت اللي احنا قلنا عليها الجداول دي لها تفسير. فالديسكشن دي موجوده فين؟ موجوده في الرساله لان احنا الرساله كان فيها جداول، فتفسير الجداول هيبقى موجود في الرساله، يبقى بريزنت ان ذا سيسز، الديسكشن بريزنت ان ذا سيسز. طيب في البروتوكول في ديسكشن؟ موجود كلمه ديسكشن بس عنوان، عنوان فقط. وبيكتب تحتي ايه؟ discussion of the obtained finding will be done based on related literature. يعني will be done، يبقى discussion في البروتوكول خدوها لحد كلمة will be done، يبقى discussion في البروتوكول موجودة اسم بس ما بتبقاش موجود الشرح والتفصيل بتاعها. ليه؟ لان ما فيش اصلا في البروتوكول جداول. في البيبر الديسكشن هاخدها لمين؟ للselected table. مش انا قلت مش هاخد كل الجداول، هاخد سبعة بس او ثمانية او ستة ومعاهم اتنين فيجر، هم دول بس اللي بعمل لهم ديسكشن. ما بعملش ديسكشن لايه في البيبر غير للجداول السيلكتد بس اللي انا اخترتها بس. يبقى الديسكشن موجوده في السيسز كامله لكل الجداول، في السيسز اللي هي الرساله عشان الرساله فيها كل الجداول اللي بتحقق الايم. في البروتوكول مفيش ديسكشن، الديسكشن ويل بي دان، تكتب عنوان وكتب تحتها ويل بي دان. البيبر موجود فيها الديسكشن للسيلكتد تيبل. يا رب تكونوا مركزين معايا.
بعد الدسكشن في حاجة اسمها الكونكلوجن. الكونكلوجن ده اللي هو الاستنتاج. الاستنتاج بتاع الجداول بتاعتي وبتاع الإحصاء بتاعتي بيبقى موجود في الايه؟ موجود فين يا سنة رابعة؟ حد يرد علي؟ موجود في السيزز. الكونكلوجن موجود فين؟ في الرسالة. موجود في السيسز في الرسالة، لأن الكونكلوجن ده بتاع الرسالة بتاع الشغل كله. في البروتوكول بقول will be made، يعني هيتعمل، هيتعمل لما يبقى في شغل. will be made، وبيتحط عنوان بس appropriate conclusion will be made. في البيبر باخد الكونكلوجن أكورد السيلكتد تيبل اللي أنا اخترتها. يبقى أنا واخدة من البداية في البيبر جداول معينة، هي دي اللي هعمل لها discussion وهي دي اللي هنكتب لها الكونكلوجن. الكونكلوجن اللي هو استنتاج الرسالة. الكونكلوجن لازم أكتب في نهايته إن هو achieve the aim أو the aim was achieved، يعني هدف الرسالة اتحقق، والresearch question answer was answered يعني تجاوب عليه، والresearch hypothesis supported لو موجود hypothesis. الريكومنديشن يعني ايه ريكومنديشن؟ الريكومنديشن اللي هي التوصيات. الريكومنديشن دي التوصيات اللي بنكتبها في الرساله بيزد على التيبل على الفايندنج. يعني انا مثلا طلعت عملت بحث على سنه رابعه بشوف ايه معلوماتهم عن الريسيرش، فطلع ان معلوماتهم قليله ماشي، فانا اجي في التوصيات بقى اوصي بعمل برنامج علشان احسن فيه معلومات طلاب الفرقه الرابعه regarding the method of research. يبقى في التوصيات تبقى based على الفايندنج على النتائج بتاعتي. يبقى عرفت recommendation يعني ايه؟ يعني توصيات. التوصيات دي بتبقى موجوده في الرساله كلها. مفيش توصيات موجوده في البروتوكول، يبقى البروتوكول مفهوش recommendation. بكتبها بس appropriate recommendation will be made زي ما انتوا شايفين كده في الباوربوينت، اللي هي ايه؟ اللي هي توصيات مناسبة هتتعمل لما نبقى نعمل الشغل ماشي. في البيبر بعمل التوصيات اكورد لمين؟ انا بقول التوصيات دي مبنية على النتائج، يبقى هنعملها بيزد على السيلكتد تيبل اللي موجودة في البيبر ماشي يا سنة رابعة معايا. الريكومنديشنز بتنتهي بحاجه اسمها الفارذر ريسيرشز او الفيوتشر ريسيرشز اللي هي الدراسات المستقبليه، دي بتبقى موجوده برضو في البيبر ولكن مش موجوده في البروتوكول. يبقى انا عندي الريكومنديشن موجوده في السيسس في الرساله وموجوده في البيبر ولكن مش موجوده في البروتوكول. في البروتوكول بكتب ويل بي ميد. يبقى الريكومنديشن موجوده في البيبر، حد يرد عليا؟ سنه رابعه ايوه موجوده. ايوه الريكومنديشن موجوده في البيبر موجوده في السيسز ولكن مش موجوده في البروتوكول. ليه مش موجوده في البروتوكول؟ حد يقدر يقول؟ لاني لسه ما عملتش الشغل اللي هعمل عليه ريكومنديشن. برافو برافو عليكي، برافو عليكي حبيبتي، ربنا يوفقك. تمام كده، لسه ما عملتش نتائج عشان احط عليها توصيات. في حاجه اسمها السمري اللي هتلاقوا عندكم في الكتاب، مقارنة بين السمري وبين الابستراكت. السمري ده اللي هو ملخص الرسالة، بيبقى عبارة عن 3-4 ورقات كده. بعد الريكومنديشن بعد التوصيات بتاعة الرسالة بتلاقوا السمري. السمري ده اللي هو الملخص، بيبقى بالانجليش، هو ده اللي منترجمه الملخص العربي بتاع الرسالة. طب بكتب فيه ايه دكتورة السمري ده؟ ببدأ بباراجراف كده اتراكتيف، واكتب الهدف بتاعي، واكتب كل حاجه الميثودولوجي كلها، كل العناوين بتاعه الميثودولوجي ادخلها جوه الصفحه الخمس صفحات اللي انا قلت لكم عليها دي، واجيب ملخص بسيط عن النتائج بتاعتي، واكتب اهم الكونكلوجن واهم الريكومنديشن. السمري ما فيهوش ديسكشن، السمري ما بيتكتبش فيه ديسكشن. السمري ده عباره عن 5-7 ورقات بيقولوا لي الرساله تمت ازاي وكل حاجه في الرساله بتتكتب بس بصوره مختصره. طب الفرق بينه وبين الابستراكت، وانا قلتها في الاول ان الابستراكت ما يزيدش عن 250 كلمه، ان الابستراكت بينتهي بالكي ووردز. ممكن اكتب باراجراف واثنين ابدا بيهم السامري، لكن في الابستراكت لو كتبت سطر او سطر ونص اسمها باك جراوند وتشكار. وليه؟ لان هو ليه عدد كلمات، الابستراكت ليه عدد كلمات بتحكمه، ما يزيدش عن 250 كلمه، بينتهي بالكي ووردز.
بيبدأ بالتايتل بتاع الرسالة في صفحة الأبستراكت. في السامري ما ببدأش، ما بكتبش التايتل بتاعة الرسالة في صفحات السامري، لأن هو بيكتب هناك بقى في العربي، كتب في العربي العنوان بتاع الرسالة. لكن في السامري الإنجليزي ما بكتبش كده في نص الشغل عنوان الرسالة، عنوان الرسالة كتبته خلاص. لكن في الأبستراكت، ورقة الأبستراكت دي بكتب فيها العنوان بتاع الرسالة. يبقى الفرق بين الأبستراكت والسامري، عندكم الجدول في الكتاب، ولو في أي حد في إيده الكتاب دلوقتي وفتحه وشايف حاجة إنها صعبة يقول لي عليها دلوقتي وأنا أقولها له. المقارنة بين الأبستراكت والسامري مهمة جدا. خلاص، الاثنين ريفليكت سامرايزيشن للرسالة، ولكن كل واحد بيعكس الملخص بطريقة معينة. إن الأبستراكت بيعرض لي وبيلخص لي كل المحتوى بتاع الرسالة في ورقة واحدة، ما زدتش عن 250 كلمة، كحاطط كل الأوتلاينز بتاعة الرسالة، هتلاقوها جوه المربع أو جوه الصفحة دي، بينتهي بالكيوردز. السامري ببدأ ببراجراف أو اتنين أتراكتف كده يعني الموضوع، وبعد كده بحط كل حاجة بقى في الرسالة، الميثودولوجي. طبعًا مش هحط ريفيو أوف ليتريتشر، مش هحط الإطار النظري جوه السامري يعني، ما بحطش الدسكشن، لكن بحط الميثودولوجي. بلخص الريزلت، بدي كده مضمون كده ملخص عن الريزلت، بتكلم عن الكونكلوجن، بتكلم عن الريكومنديشن في الايه في السمري. فالسمري موجود في الرساله، اجيب لكم الشريحه من اول. السمري موجود فين؟ موجود في الرساله، بس عشان الشريحه فيها اوتلاينز كتيره. السمري موجود في، احنا عندنا التدرج سيسيس بروتوكول بيبر، عشان تبقوا شايفين، عشان لما انزل تحت العنوان اللي فوق ده مش هيبقى واضح. يبقى العنوان اللي فوق سيسيس بروتوكول بيبر، انا حطيت هو البروتوكول اللي بيتعمل الاول، بس انا حطيت السيسيس الاول عشان السيسيس انكلود كل الايتمز، البروتوكول جزء، فحطيته بعد الرساله، لكن هو بيتكتب وبيتعمل الاول قبل في بدايه الشغل، هو اللي ببدا بيه. اما باجي اسجل ماجستير ودكتوراه بعمل البروتوكول الاول. فهنا عندنا السمري، السمري موجود بريزنت في السيسيس، موجود في الرساله. في البروتوكول مكتوب عنوان بس، appropriate summary will be made، هيتعمل يعني سوف ايه، سوف يتم عمله ان شاء الله لما نبدا في الشغل. طبعا ما فيش summary في البيبر، السمري في البيبر بعمل عليه اكس، الريفيو اوف ليتريتشر في البيبر بعمل عليه اكس، يبقى الريفيو اوف ليتريتشر مش معايا، الاطار النظري، لان انا بقول البيبر عباره عن حاجه و20 ورقه، فمش معقول هدخل فيها الريفيو اوف ليتريتشر. فالريفيو اوف ليتريتشر الاطار النظري بتاع الرساله بتاع عنواننا كله، كل كلمه كبيره في العنوان بتبقى مكتوب عنها شابتر في الريفيو اوف ليتريتشر، مش معقول هاخد الحاجات دي واحطها في البيبر اللي هي حاجه و20 ورقه. فالريفيو اوف ليتريتشر لا موجود في البروتوكول ولا موجود في البيبر. السامري موجود في الرساله بس ومش موجود في البروتوكول ولا موجود في الايه في البيبر. يا دكتور انا عندي السمري موجود في الرساله، الريفيو اوف ليتريتشر موجود في الرساله، الدسكشن موجوده في الرساله، عندنا البروتوكول مفهوش ريفيو اوف ليتريتشر، مفهوش سمري، مفهوش دسكشن. البيبر الريفيو اوف ليتريتشر بتاعها الاطار النظري بتاعها اللي هو الانترودكشن اللي هي المقدمه، ماشي. البيبر مفهاش دسكشن ومفهاش سمري. يا رب تكونوا مركزين. حد عنده اي سؤال؟ يا الدنيا ماشية يا سنة رابعة؟ ها؟ سمعوني تاني يا دكتور. اتكلمي يا حبيبتي. لو سمحتي، هو ليه السمري مش موجود في البيبر؟ السمري علشان في ورقة الأبستراكت، لأن السمري هنا بياخد ورق كتير وبيتكلم عن كل الشغل. البيبر جزء من الرسالة، ممكن البيبر يبقى فيها شغل صغير جدا، واخدة بالك؟ ليه هحط السمري ده بيتكلم عن كل حاجة في الرسالة، فلو حطيته في البيبر ببقى انا بزود الشغل، لان البيبر باخد في الجداول سيلكت مجموعه من التيبل. في السمري بتاع الرساله قايله كل الريزلت عن التيبل كلها، فاللي بيغني في البيبر عن السمري هو ورقه الابستراكت. الابستراكت موجود في البيبر وموجود في الرساله، عشان البيبر مصغر، حاجه مصغره جزء، عشان كده ما باخدش السمري. سؤالي كويس جدا، السمري مش موجود في البيبر ليه؟ علشان السمري ده reflect summarization to all items of the thesis، لكل الايتمز اللي موجوده في الثيسيس، ولكن البيبر ما هياش انكلود لكل الايتمز بتاعت الثيسيس، البيبر جزء، واخدين اجزاء معينه من الرساله، عشان كده ما ينفعش اخد السمري بتاع الرساله، باخد الابستراكت بس.
تمام. حد عايز يستفسر عن حاجة؟ سنة رابعة. طبعا اللي بعد كده موجود فيه اللي هو الايه اللي موجود الريفرنس. الريفرنس عندنا اللي هي المراجع. طبعا في الرسالة او الريفرنس في رسالة الماجستير ممكن يوصلوا لمية مرجع، في رسالة الدكتوراه ممكن يبقوا 200 مرجع، لكن في البروتوكول حوالي 20 مرجع. ليه؟ لان المراجع اللي عندي هي مراجع الانترودكشن بس. فالانترودكشن عندي منقول احنا منقول 9 باراجراف او 10 بالكتير، بالاضافه للمرجع اللي هجيب منه السيجنيفيكانس نسبه حدوث الحاجه قد ايه. فالمراجع في البروتوكول قليله جدا، بس المهم تبقى ابديتد، تبقى ارينجد، تبقى مكتوبه صح ما فيهاش اخطاء. ماشي. طبعا في البيبر المراجع اكورد لمين؟ اكورد الاجزاء اللي انا خدتها في البيبر اللي هو الانترودكشن، ولو عندي جزء في الدسكشن لان البيبر فيها دسكشن للسيلكتد تيبل. احنا قلنا الدسكشن في البيبر اكورد التيبل اللي السيلكتد، فبيبقى فيها مراجع. الدسكشن دي بقول ايه؟ شغلي اجري مع مين وديس اجري مع مين، مع مين دي اللي هو المرجع، باخد مراجع في الدسكشن. فالبيبر فيها مراجع الانترودكشن ومراجع الدسكشن. البروتوكول فيه مراجع الانترودكشن بس. الرسالة فيها كل مراجع الشغل بتاعي، فعشان كده في المراجع موجود كل المراجع موجودة في الايه؟ في السيسيز. في البروتوكول موجود المراجع بتاعة الانترودكشن بس، في البيبر موجود المراجع بتاعة الانترودكشن والجزء السيلكتد بتاع الدسكشن. تمام. سنة رابعة، حد يقول لي كل المراجع موجودة في البيبر ولا في البروتوكول ولا في السيسيز؟ السيسيز. برافو عليك، تسلمي. ممكن الحاجات اللي انا بسالها دي ممكن تيجي في الامتحان، ده حقكم طالما انتم متابعين معايا وانا بشرح. المفروض ان احنا كل حاجه انا بقولها انتم ملزمين بيها. في حاجه اسمها الابندسيسز. الابندسيسز دي عن الملحقات اللي هي ايه؟ اللي هي البروتوكول والتول. فدي موجودة في الرسالة ومش موجودة في البروتوكول ومش موجودة في الايه؟ في البيبر. خلاص. يعني ايه الملحقات؟ يعني نسخة من البروتوكول، نسخة من التول. في كفر كده فاصل كده في الرسالة مكتوب عليه الابندسيسز، وبيكتبوا يحطوا وراها بقى التول اللي هي ادوات جمع البيانات اللي هي الاستبيان، ويحطوا فيها البروتوكول. فدي موجودة في الرسالة بطبيعتها، لكن مش موجودة في البروتوكول ولا موجودة في البيبر. عندنا الأرابيك سامري. طبعا الأرابيك سامري ده اللي هو الملخص العربي اللي انا اتكلمت عليه في من شويه، اللي هو ايه؟ مقدمه، اللي هو في المقدمه كده اول صفحه في العربي تلاقوا كده المقدمه او ملخص الرساله. هو ده ترانسليشن لمين؟ للسامري الانجليش اللي انا قلته من شويه. فده موجود بطبيعته موجود فين؟ حد يرد علي. الأرابيك سامري موجود فين؟ الرساله. موجود في الرساله. برافو عليه. ليه؟ لان هو ده الترانسليشن لمين؟ للايه؟ للانجليش سامري بتاع السيسيز. طبعا البروتوكول اللي بيتحط في اللي فيه من الناحيه اليمين ما ترجمه للبروتوكول، ترانسليشن للبروتوكول. البروتوكول بعمل نسخه انجليش وبترجمها ونسخه عربي وبدبسهم الاثنين في بعض وبسلمهم للدراسات العليا. يبقى اللي موجود في البروتوكول ده ما هواش ارابيك سامري، ده ترانسليشن للبروتوكول. لما حد يشوف بروتوكول في المكتبه منفصل ويلاقي اوله عربي يقول الدكتوره امل قالت لنا ان مفيش عربي في البروتوكول، لا، العربي اللي موجود في البروتوكول ده ترانسليشن للانجليش بتاع البروتوكول، ما هواش ده السمري. لكن في الرساله هو ده السمري بتاع الرساله بتاعتي، الملخص بتاع الرساله بالعربي، علشان الممتحن اللي هيجي يناقش الرساله ساعات بايه؟ بيستسهل ويقراها بالعربي. طبعا ده مش موجود عندي في البيبر، احنا اتفقنا ان مفيش سمري موجود في البيبر. معايا سنه رابعه؟ يبقى السمري بريزنت ان ذا بيبر. يس ولا نو؟ نو. ماشي. طبعا مع الرساله في الارابيك كفر، الارابيك كفر موجود برضو في البروتوكول وموجود في الرساله لكن مش موجود في البيبر. يبقى انا لما اجي بقى في الامتحان اللي النظام الجديد هيبقى فيه صح وغلط، هاخد الحاجات واغير اماكنها. انا عملت لكم المقارنه موجوده عندكم في الكتاب، مقارنه بين السيسز والبروتوكول.
ومقارنه بين السيسز والبيبر، واللي هو هينزل لكم الباوربوينت ده، هخلي برضو استاذ محمد في الاي تي ينزل لكم الباوربوينت ده عشان يسهل عليكم لما تيجوا تقارنوا الثلاث. فشغله التروب والفولس بقى والاختياري والبيست انسر والحاجات دي، هناخد بقى اللي هي ناخد كل الاوتلاينز اللي موجوده في الثيسز نجيبها في مكانها في البيبر ونغير الحاجات، والطالب بقى اللي يذاكر هو اللي يستنتج الاجابه الصح. ماشي اتفقنا؟ ده المقارنه بين الثيسز والبروتوكول والبيبر اللي هي كده. يبقى انتوا عندكم المحاضره بتاعت كومبوننت اوف ثيسز قلناها، كومبوننت اوف بروتوكول قلناها، كومبوننت اوف بيبر قلناها من خلال الشرائح اللي انا عملتها دي. عندنا بقى في حاجه اسمها الكريتيك. معايا سنه رابعه؟ ايوه يا دكتور مع حضرتك. هدخل لكم بقى على محاضره الكريتيك. الكريتيك يعني ايه؟ يعني ان انا اقول اوصف كل حاجه موجوده عندي، موجودة عندي في الرسالة، أوصفها شكلها إيه؟ يعني الكريتيك ده معناه إيه؟ معناها لما بيجي الدكتور يناقش الرسالة بيقعد على المنصة ويقول الحاجات اللي في الرسالة، فبيقول فيها الويكنس بوينت والسترينث بوينت. يعني إيه؟ يعني بيطلع لي الإيجابيات اللي موجودة في الرسالة والسلبيات اللي موجودة فيها. طب ممكن إن أنا ما لقيش سلبيات يبقى الحاجات الكويسة برضو من حق أقولها، يعني الباحث عمل حاجة كويسة في الرسالة أو أقول إن الحاجة دي كويسة بوزيتيف بوينت. مش لازم يبقى كله غلط. في ناس بتعمل شغل صح وبيبقى شغلها كويس جدا ومشرف ويبقى كل شغلها كويس. خلاص؟ فانا هعرض لكم دلوقتي الشريحه بتاعت اللي هنعمل الكريتيك ازاي؟ امتى اعمل كريتيك وافهم ان انا اعمل كريتيك؟ انتوا شايفين كده؟ شايفين الشريحة؟ انا غيرت الشريحة دلوقتي، دخلت على الشريحة بتاعت الايه؟ بتاعت الكريتيك، ان انا هوصف فيها كل توبك موجود في الرسالة بيبقى شكله ايه. وصل عندكم الباور بوينت ده؟ ما تغيرش. طب ثواني كده هشوف استاذ محمد. ايوه واضحه كده يا شباب؟ ايوه دكتور تمام. ماشي تمام هنبدا. شكرا دي. معايا؟ احنا هنا ايه هي الكرايتيريا بتاعه الجود تايتل او السكسسفول تايتل او الكومبيتيتيف تايتل؟ دي من الحاجات. يبقى انا بقى لما اجي اعمل كريتيك لازم ابقى عارفه الكرايتيريا بتاعه الجود تايتل، على اساس لو الباحث عامل حاجه غلط في العنوان اقدر الفت نظر واقول له دي ويكنس بوينت ولا دي سترينث بوينت. فعشان اقدر احكم لازم اكون عارفه الكرايتيريا بتاعه كل جزء في الرساله. احنا اتفقنا ان الرساله والبروتوكول والبيبر بادئين بحاجه واحده اسمها ايه؟ حد يرد عليا اسمها ايه اللي انا هتكلم فيه دلوقتي؟ التايتل العنوان في الرساله هو في البيبر هو في البروتوكول ما فيهوش خلاف، لان كلهم بيبقى هدفهم واحد اللي هو ايه؟ العنوان اللي مسجلين بيه رساله الماجستير او مسجلين بيه رساله الدكتوراه. خلاص؟ طب ايه هي بقى الكرايتيريا بتاعه الجود تايتل او السكسسفول تايتل او الكومبيتيتيف تايتل؟ سمارت،
سمارت ده اللي هو الاختصار بتاع الكرايتيريا اللي هقولها دلوقتي. انا كنت في القاعة في المدرج قلت لزمايلكم بعض الامثلة ان احنا لو عملنا بحث بعنوان improve health for all، حد كده من الشباب اللي معايا يقول لي ايه رأيه في العنوان ده improve health for all؟ عنوان مش كده، ايوه حاجة كده open، حاجة كده ما هياش measurable. هما مين all دول؟ يعني في زميلة لكم قامت وقالت مين السامبل اللي هطبق عليها؟ مش متحدد خلاص؟ يبقى انا لما اجي اختار عنوان بحث انتم من نفسكم كده هتلاقوا نفسكم تقولوا ده الحاجه دي ما هياش لوجيك، لكن لما اقول امبروف هيلث فور بريجننت وومن ان بنها سيتي برضو الموضوع ملموم شويه، بس ما هواش واضح، عايز شويه توضيح كمان. لكن لما اقول امبروف هيلث فور بريجننت وومن ان سيرد تريماستر، يبقى كده انا حددت ان انا هشتغل على البريجننت وومن في سيرد تريماستر. الامثله اللي بديها لكم دي بديها لكم ليه؟ عشان تعرفوا ان المفروض التايتل يبقى حاجه ميجرابل، يبقى حاجه لوجيك، بيبقى متحدد فيه انا هطبق ايه، يبقى اندرستاندبل يعني حاجه مفهومه. كلير يعني ايه؟ كلير يعني ايه؟ كلير يا سنه رابعه واضح عليا. كلير يعني ايه؟ كلير يعني واضح، بس مش واضح بمعنى العربي ان هو واضح، لا واضح في كل حاجه، يعني اما اقراه افهم، احس ان في موضوع هيتعمل وهيتعمل على مين وهيتعمل ازاي، يعني العنوان ده بيكون حاجه واضحه. يبقى هنا تعالوا سبيسيفيك يعني سيمبل بسيط، برضو ما يبقاش 100 فاريبل 100 فاريبل موجودين في العنوان، لا اختار حاجه بسيطه. ميجرابل يعني اقدر اقيسه واقدر اطبقه، اتشيفبل اقدر احققه، ريلايبل رياليستيك يعني تايم بيزد يعني ليه وقت محدد. يبقى هنا شايفين الشريحه دي فيها ايه؟ يبقى الشريحة اللي قبل كده كان بيقول ان هو سمارت. سمارت يعني ايه؟ الحروف الاختصار الاس سبيسيفيك، الام ميجرابل، الاي اتشيفابل، الار ريلايبل او رياليستيك، التي اللي هي التايم بيزد. يبقى اما اجي اقول لكم سمارت مينينج ايه؟ حد يرد عليا؟ سنة رابعة سيمبل سمارت سيمبل، ها تاني حاجة ميجرابل، ميجرابل برافو، بعد كده اتشيفابل، اتشيفابل ريلايبل او رياليستيك، وبعد كده الايه؟ التي اللي هي ايه؟ تايم بيست. يبقى كلمة سمارت اما اقول سمارت مينز واسيب واعمل اقول لك كومبليت، يبقى تبقوا عارفين سمارت يعني ايه. سمارت ديت معناها ان ده سكسسفول تايتل، ودي كرايتيريا للتايتل. تعالوا نشوف بقيه الكرايتيريا بتاعت التايتل. كلير، كلير يعني ايه؟ يعني ديسكرايب البيبرز كونتنت، مش كلير بقى يعني كلمه واضح، لا كلير يعني انا اما اقرا افهم الدنيا هتمشي ازاي، ها. كونسايز يعني مختصر. نوفل يعني فكره جديده، نيو ايديا، نوفل ايديا. كل ما بس مش كل الابحاث بتبقى نوفل ايديا، ممكن بتبقى في ابحاث اللي هي بتبقى مشتقه من ابحاث قديم، بس الفكرة البصمة الجديدة اللي البحث هيحطها ايه؟ هيكمل على انهي نقطة؟ لازم يكون واخد نقطة معينة في البحث هو اللي بيشتغلها بنفسه، حاجة جديدة. وفي ابحاث بتبقى جديدة خالص زي كورونا دلوقتي، ناس كتير عاملين ابحاث على كورونا في البريجنانسي وفي الجرياتريك وفي البيدياتريك وفي كل التخصصات، فدي نوفال ايديا ما كانتش موجودة قبل كده. بنفيت اورينتد يعني ايه؟ بنفيت اورينتد يعني لما طبقوا يبقى في فوائد للناس اللي هيطبق عليهم البحث وللمجتمع المحيط. innovation كل ما يبقى فيه innovation كل ما يبقى احسن. don't use abbreviation مفروض وانا بكتب التايتل ما اكتبش فيه اختصارات، ماشي. value of research depend on accuracy of the title قيمه البحث بتعتمد على دقه العنوان، لو العنوان جيد يبقى البحث جيد، العنوان مش تمام او في حاجه مش واضحه يبقى البحث هيبقى فيه مشكله بعد كده خلاص. قبل ما اسيب النقطه دي في حاجه عايزه اقولها لكم مش موجوده في الشريحه، ركزوا معايا سامعني؟ سنه رابعه حد يرد عليا؟ تمام. في حاجه هقولها لكم في التايتل، اما نيجي نكتب التايتل نكتبه ازاي عشان دي مش موجوده في الشريحه بس موجوده في الكتاب، ان احنا عندنا لو التايتل انكلود مور ذان وان لاين، لو هو اكتر من سطر بكتبه على شكل انفيرتد بيراميد
على شكل هرم مقلوب ماشي. يبقى لو اكتر من سطر، لو العنوان يحتوي اكتر من سطر بكتبه على شكل هرم مقلوب اللي هو ايه، اعرض في اقل في اقل. خلاص المفروض ان التايتل ما يكونش فيه ابريفيشن، المفروض ان هو ما يكونش على شكل كويتشن، المفروض ان التايتل كل حرف في كل كلمه مكتوب كابيتال. خلاص معايا سنه رابعه؟ يبقى ده شكل كتابه التايتل بالاضافه للمواصفات اللي انا قلتها دلوقتي في الشريحه. اتفقنا؟ اقلب على شريحه ثانيه. تعال نشوف الابستراكت. ادي بيوصف لك الابستراكت بريفلي سمرايز اباوت، بيبقى رينجد بتوين ايه 150 to 250 words، يبقى بيتراوح بين ما بين 150 ل 250 كلمه. مكتوب فيه ايه بقى؟ مكتوب فيه البروبلمز والميثود والريزلت والكونكلوجن، بس مكتوب بطريقه ايه؟ مكتوب بطريقه مختصره جدا. طبعا المفروض ان الريسيرشر اما يقرا ديسايد وير or not read the whole article، يعني ممكن ما يقراش الارتكل. لما يقرا الورقه بتاعه الابستراكت دي تبقى ريفلكت كل الايه، كل الارتكل اللي هي السيسز، يعني اللي هي البيبر او البحث ماشي. يبقى دي الابستراكت بيوضح لنا هنا. الابستراكت بيكون شكله ايه، او انكلود 250 كلمه، ما يزيدش عن 250 كلمه. الابستراكت انكلود ايه بقى؟ الشريحه دي بتقول لك الاوت لاينز بتاعه الابستراكت اهي واضحه عندكم شايفينها. حد يقول لي كده بدأ بايه؟ الايه. ايوه الايه. بعد الايه في ايه؟ السيتنج. بعد السيتنج في ايه؟ ديزاين. الديزاين. بعد الديزاين في ايه؟ سامبل. بعد كده التول اوف داتا كوليكشن، بعد كده الريزلت والكونكلوجن والريكومنديشن، ولازم ينتهي بايه؟ حد يقول لي ينتهي بايه؟ ريكومنديشن. بعد الريكومنديشن في حاجه انا قلت بينتهي بها الابستراكت، اسمها الكي ووردز. الكي ووردز اللي هي الكلمات الداله، يعني انا باخد الكي ووردز دي مشتقه من العنوان. هديكم مثال، يعني انا بقول ابلكيشن اوف انالجيسيك اون ريليف بين ديورنج ليبر، يعني انا هستخدم الانالجيسيك المسكنات علشان اخفف الام الولاده. يبقى المفروض الكي ووردز عندي ايه؟ حد يقول لي. حد يقول لي الكي ووردز بتاعه ابلكيشن اوف انالجيسيك اون ريليفنج بين ديورنج ليبر سنه رابعه، فين الكي ووردز هنا؟ طبعا الانالجيسيكس. طبعا البين، الليبر او ليبر مانجمنت ماشي. يبقى الكلمات الكي ووردز مشتقه منين؟ من التايتل بتاع الرساله. يبقى الكي ووردز عباره عن ايه؟ حد يقول لي. الكي ووردز ريليتد للايه، التوبيك بتاع الرساله، التايتل بتاع الرساله. باخد الكلمات الكبيره اللي موجوده في التايتل وبدخل بيها، بعمل بيها سيرش عشان تجيب لي الابحاث اللي اتعملت في الموضوع ده قبل كده، عشان هو ده اللي هيكمل منه الشغل بتاعي. معايا سنه رابعه؟ معاك يا دكتور. يبقى الكي ووردز عباره عن ايه؟ هو ريليتد تو التايتل، اللي هو ريليتد للايه؟ للوردز اللي موجوده في التايتل. برافو. الانترودكشن، انا بقى لما ابقى عارفه لما اجي اعمل كريتيك، ان ما كنتش عارفه الحاجات دي مش هعرف اعمل كريتيك. يبقى الكريتيك بيساعدني ان انا اطلع ايه هي الحاجات النورمال والابنورمال، ايه هو كوريكت والانكوريكت، ايه هو الويكنس والسترينث، ايه هي البوزيتيف والنيجاتيف. يعني ايه بعمل كريتيك؟ بنقد الشغل، بشوف ايه هو الصح والغلط، بشوف ايه الحاجات الايجابيه والحاجات السلبيه. خلاص اتفقنا؟ يبقى اما اجي محاضره الكريتيك ما هي ما فيهاش اي حاجه صعبه، طالما انت عرفت الحاجات الاساسيه البيزك ايه، هتقدر تحكم الحاجه دي صح ولا غلط. لما انت عرفت الصح ايه، هتقدر تميز. يبقى اما نيجي عارفين بقى الانترودكشن ايه هي الكرايتيريا بتاعتها، قلنا كليرلي ستيتد للتوبيك، هي بتبقى بتبقى clearly stated للtopic، يعني بحط فيها statement لها علاقة بالtopic. background that explains the topic، يعني خلفيات بجيب من على النت حاجات لها علاقة بالtopic. summarize the relevant research، بشوف ايه هي الجديد والابحاث الجديدة اللي اتعملت في الايه، في الموضوع بتاعي، واللي وكانت بتختلف عن ايه، مع الباحثين التانيين. بشوف ايه هي الفايندنج بتاعتهم. بكتب في الاخر اللي هي significance بتاعة الاستادي، reason for conducting the research، ايه هو السبب ان انا عملت الايه، عملت البحث بتاعي اللي انا قلت عليها significance of the study، دي اهميه الموضوع.
حجم المشكله كان قد ايه، بشوف البريفلنس بتاع معدل انتشار مرض كورونا قد ايه، بشوف معدل الوفيات كان قد ايه بسبب البوست بارتم هيمولوج او بسبب البوست البيربورال سيبسيس لو انا بعمل بحث عنهم. يبقى السيجنيفيكانس اوف ذا ستادي دي بتنتهي بايه؟ بنهايه الانترودكشن، ودي قلنا موجوده الانترودكشن بالنهايه بتاعتها السيجنيفيكانس، موجوده في السيسس، موجوده في البروتوكول، موجوده في البيب، موجوده في الثلاثه. ولكن يفضل في الرساله انها تحدث، علشان ساعات الناس بتناقش بعد تسجيل البروتوكول بسنه واثنين وثلاثه، فبيبقى في احداث جديده وابحاث جديده اتعملت. بس لو الباحث ما لقاش وعملها هي اللي في البروتوكول ساعات بتمشي وبيبقى ما فيش مشكله. خلاص يبقى دي الانترودكشن. وكمان هنا المفروض اهو التكمله بتاعتها ايه، ابو 3 بيجز ان باي جاستيفيكيشن اوف ذا بروبلم اللي هي الماجنيتود بتاع البروبلم او السيجنيفيكانس. الاستاتستيكال انسيدنس بتتعمل كل 5 سنين، يعني كل 5 سنين بيطلعوا نسب احصائيه، ما اجي اعمل اهميه المشكله او حجم الموضوع. لما قلت هنشوف نسبه انتشار الحاجه على مستوى العالم، وبعد كده اقول على مستوى ايجيبت، وبعد كده اقول على مستوى الاليوبيه، وبعد كده اقول على مستوى بنها، ماشي؟ فده بنكتبه في اهميه الموضوع. فالنسب الاحصائيه بتتعمل كل 5 سنين. فلو انا هناقش بعد 5 سنين وجاي اكتب انترودكشن، المفروض ان انا احدث بقى، لان هيبقى في احصائيات جديده. الايم اوف ذا ريسيرش، الايم اللي هو هدف البحث بتاعي، الهدف بيبقى ماشي مع العنوان. مطابقة الهدف مع العنوان ده شيء ضروري جدا في نجاح البحث. عندنا حاجة اسمها research hypothesis و research question، ودي وضع سؤال وانا قلته في القاعة وشرحت الفرق بينهم. امتى اقول research question وامتى اقول research hypothesis يا سنة رابعة؟ حد عنده فكرة؟ حد يرد علي؟ يعني ايه research question؟ يعني سؤال بحثي. طب في اي بحث كده احط سؤال بحثي؟ لا، السؤال البحثي بيجي في الدراسه الوصفيه اللي هو الديسكريبتيف ستادي ديزاين. يبقى امتى اجيب سؤال بحثي؟ لما يبقى عندي الدراسه وصفيه، وانتوا خدتوا انواع الديزاين مع الدكاتره اللي قبل. في حاجه اسمها ديسكريبتيف ستادي ديزاين، يعني بوصف، بشوف معدل حدوث الحاجه قد ايه، بشوف انتشار، يعني بشوف مثلا ممكن اشوف عنوان اقول لكم عليه effect of smoking on lung cancer، تأثير التدخين على سرطان الرئة. انا كده برضو بوصف مع ان فيها effect، بس بوصف. فطول ما انا بوصف الدراسة بتاعتي وصفية، بعمل research question الى اي مدى يكون تأثير التدخين على سرطان الرئة، بيعمل ايه، بيسبب عدد الوفيات، بيزود عدد الوفيات، بيعمل مشاكل صحية تانية. فدايما لما بعمل وصف بقول إلى أي مدى يكون الحاجة دي. أنا جاية النهاردة أقيم معلومات طلاب الفرقة الرابعة عن مادة طرق البحث، بقيم، إذا بوصف. فهنا يبقى سؤال بحثي ولا فرض بحثي؟ حد يرد علي؟ سنة رابعة، سؤال بحث. سؤال بحث، برافو عليك. أقول إلى أي مدى تكون معلومات طلاب الفرقة الرابعة عن مادة طرق البحث. يبقى لما تلاقوا كلمة assessment، عشان ممكن أجيب عنوان في الامتحان وأقول لكم هنا في سؤال بحثي ولا فرض بحثي. الفرض البحثي إمتى يتعمل؟ لما أنا هدي حاجة معينة، الباحث هيدي medication، الباحث هيعمل برنامج توعية، هيعمل ندوة تثقيفية، هيشوف effect of حاجة على حاجة، واخدين بالكم؟ فهنا ما كان السؤال كان العنوان بتاع effect of smoking on lung cancer، قلنا عليه ديسكريبتيف مع ان في كلمه افكت، خدوا بالكم. فمش كل لما تشوف كلمه افكت تجري وتقول ده كوازي اكسبيريمنتال ستادي ديزاين، لا، احنا لازم نفهم وترجم العنوان بالعربي في دماغي الاول. لو هو العنوان بيقول ان انا هجمع معلومات بس، هعمل ايه؟ هعمل، يبقى دي دراسه وصفيه، يبقى اعمل تجميع البيانات بس، تجميع المعلومات بس، تقييم حاجه معينه، تقييم، يبقى ده دراسة وصفية. لكن لما أقول الباحث هيعمل حاجة مع العينة بتاعته، هيديهم medication anyway، هيديهم برنامج توعية، يبقى لما أقول effect of literature on enhance fourth year students knowledge، يبقى تأثير المحاضرة بتاعت النهاردة على الارتقاء بمعلومات طلاب الفرقة الرابعة تجاه مادة طرق البحث. يبقى أنا هنا عملت محاضرة، إذا ليا دور
فالمفروض مفترض ان بعد المحاضره تكون معلوماتك اتحسنت، يبقى هنا فرض بحثي. يبقى امتى اقول الفرض البحثي؟ لما يبقى الباحث له دور مع العينه بتاعته. effect of analgesic on relieving pain during labor، هنا سؤال بحثي ولا فرض بحثي يا سنه رابعه؟ فرض بحثي. برافو عليك، تمام كده، اطمن على النقطه دي ونسيبها وننقل لحاجه تانية. يبقى الفرض البحثي انا هجيب عنوان واقول لكم يا جماعه ده فرض بحثي ولا سؤال بحثي. في الامتحان هيحصل كده، بس طبعا العناوين كتيره، فانا بديكوا حته اهي بقول ترجم العنوان بالعربي. لو لقيت الباحث له دور مع العينه هيعمل معها اي حاجه مع العينه بتاعته، يبقى ده فرض بحثي. طب مع الفرض البحثي ده ايه؟ في بري اند بوست تيست. يعني ايه بري اند بوست تيست؟ يعني مفترض ان انا قبل ما ادي المحاضره اوزع على الطلاب استبيان اشوف معلوماتهم قد ايه قبل ما اطبق، وبعد ما طبقت المحاضره او اديت البرنامج بتاعي او اديت العلاج بتاعي او المسكنات بتاعتي، في اختبار بعدي ان انا اشوف اشوف بقى تاثير المسكن ده ايه على تخفيف الالم. يبقى في اختبار بعدي، يبقى في اختبار بعدي وقبلي في الهايبوثيسيس اللي هو كوازي اكسبيرمنتال ستادي ديزاين، في بري اند بوست تيست. قبل ما الباحث يطبق الحاجه بتاعته بيعمل اختبار قبلي، يعني شوف الدنيا عامله ايه دلوقتي وبعد كده يطبق الحاجه بتاعته، ويشوف بعد ما طبق جابت نتيجه ولا ما جابتش، وجابت بنسبه قد ايه. يبقى في الكوازي اكسبيرمنتال ستادي ديزاين في بري اند بوست تيست. يبقى ممكن برضو يكون محل سؤال بري اند بوست تيست بريزنت ان ديسكريبتيف ستادي ديزاين اور كوازي اكسبيرمنتال ستادي ديزاين. معايا سنه رابعه؟ سامعني؟ ايوه دكتور. يبقى البري والبوست تيست موجودين فين؟ كوازي اكسبيرمنتال، موجودين في الكوازي اكسبيرمنتال ستادي ديزاين. كوازي اكسبيرمنتال اللي هو شبه تجريبي، بعمل تجربه. مش الناس اللي في المعامل في كليه العلوم بيعملوا تجربه؟ تجربه يعني بيجيبوا حاجه ويحضروها ويعملوها، ففي حاجه قبل التجربه وبعد التجربه. يبقى كوازي اكسبيرمنتال ستادي ديزاين هو المفروض انواع الديزاين ديسكريبتيف واكسبيرمنتال، بس احنا في الهيومن بينج بقول كوازي اكسبيرمنتال، شبه تجريبي. امتى اقول اكسبيرمنتال؟ لو انا بعمل على الانيمال، على الحيوانات. بتوع بيطر يقولوا اكسبيرمنتال عشان بيعملوا على الانيمالز، خلاص. لكن احنا على الهيومن بينج بقول كوازي اكسبيرمنتال. يبقى في الكوازي اكسبيرمنتال ستادي ديزاين بيبقى في حاجتين مهمين نفس حد يرد عليا ويقولهم لي، اللي هم ايه في الكوازي اكسبيرمنتال ستادي ديزاين؟ نعم، البري والبوست تيست. عندي في الكوازي اكسبيرمنتال ستادي ديزاين عندي بري اند بوست تيست وعندي ريسيرش هايبوثيسيس، لكن في الديسكريبتيف ستادي ديزاين عندي بري تيست بس، ما بعملش بري بقى، هو بيبقى تقييم، وعندي ريسيرش كويستشن سؤال بحث. اتفقنا؟ حد عايز يستفسر عن اي حاجه؟ انا معاك اهو. السبجكت اند ميثود، السبجكت اند ميثود دي اللي هو الميثودولوجي، يعني الطريقه بتاعه تطبيق البحث بتتعمل ازاي. عندنا في تمريض هتلاقوها السبجكت اند ميثود، عندنا في الطب بيقول عليها الميثودولوجي او المانوفر. لو فتحتوا رساله في كليه الطب هتلاقوا مكتوب المانوفر او الميثودولوجي، يعني الميثودز، يعني البحث اتطبق ازاي. فباول حاجه بيكتبها ايه؟ كان في ناس بتكتب بتبدا الميثودولوجي بالام، بس الام ليه صفحه لوحده. فهنا الاساسي ان انا ابدا بريسيرش ديزاين بالسيتنج، يعني نوع الديزاين بتاعي، السيتنج طبقت فين حته من هم العينه اللي انا طبقت عليهم، السبجكت اللي هم السامبلينج. احنا طبعا خدنا في محاضره السامبلنج في اللي هي التايب والسايز والكرايتيريا اوف انكلوجن او اكسكلوجن. يبقى هنا الميثودولوجي اول حاجه بتكتب في الميثودولوجي ايه؟ حد يرد عليا؟ سنه رابعه. ريسيرش ديزاين نوع الايه؟ نوع المنهجيه البحث بتاعي ايه؟ او نوع البحث بتاعي كان متطبق ازاي؟ ريسيرش ديزاين يا اما ديسكريبتيف يا اما اما او، ما ينفعش اكتب الاثنين، يا اما ديسكريبتيف او كوازي اكسبيرمنت. وطبعا السيتنج طبقته في حته، والسبجكت اند ميثود يعني خدت مثلا العينه بتاعتي كانت ايه؟ كانت طلاب الفرقه الرابعه، يبقى فورس يير ستودنتس. طب خدتهم ازاي؟ لو خدت، لو قلت كونفينينت يبقى خدت كل الناس بتوع سنه رابعه. لو قلت راندوم، لو خدت سيمبل راندوم يبقى انا خدتها عشوائي. لو خدت سيستماتيك راندوم سامبل يبقى انا خدتها جبت هقول كل كام واحده. ماشي، يبقى دي في السامبل العينه بقول نوعها ايه واقول خدتها ازاي وحجمها قد ايه. اتفقنا؟ طبعا هنا في معادله، وانا قلت لكم المعادله دي كبيره على سنكم، خليها في الماجستير والدكتوراه.
ده في اللي هي الايه في السامبل سايز. الانكلوجن كرايتيريا احنا اتفقنا قلنا انكلوجن كرايتيريا يعني مواصفات، وقلناها في السامبل كتير وكلمنا فيها ان بحط مواصفات معينه، لما احط مواصفات معينه للعينه بتاعتي قلنا اسمها ايه بيربوس في سامبل. هاخد الطلاب اللي نجحوا في سنه ثالثه بتقدير امتياز، اللي في مدينه بنها، اللي اعمارهم من سن كذا لكذا، حطيت كرايتيريا اسمها انكلوجن كرايتيريا. قلنا المثال بتاع الاكسكلوجن اللي هو الناس اللي هم بعمل على الوند هيلينج، هعمل اكسكلودد للناس اللي عندها ديابيتس، وقلنا الكلام ده في محاضره السامبل عشان بس بفكركم. في حاجه اسمها الايثيكال كونسيدريشن اللي هي الايثكس، ان ايه ان انا من حق كل مشترك معايا في البحث ان هو ويزدرو ات اني تايم، ينسحب في اي وقت. من الايثكس ان انا اخد موافقه الناس اللي انا اطبق عليهم البحث. من الايثكس ان انا احافظ على الديجنيتي كرامه الناس اللي انا بطبق عليها البحث. من الايثكس ان انا ريسبكت للفيلينج ونو هارم للناس اللي انا بطبق عليهم البحث، الهارم يا اما فيزيكال يا اما سايكولوجيكال يا اما سوشيال. خلاص. عندنا بقى البايلوت ستادي. البايلوت ستادي دي يعني ايه؟ يعني باخد بعد ما بعمل الاستبيان بتاعي بروح اطبق على 10% من العدد بتاعي، عدد العينه. ليه بطبق على 10%؟ عشان اشوف كلاريتي بتاعت التول. هل التول محتاجه توضيح اكتر؟ هل محتاجه فيها تغيير؟ لو محتاجه تغيير الناس اللي انا طبقت عليهم دول هنعملهم اكسكلوجن، لان خلاص بقوا عارفين الاسئله، ما ينفعش اخدهم معايا في البحث تاني، هعمل كونتامينيشن للعينه بتاعتي. خلاص يا سنه رابعه. يبقى البايلوت ستادي بتتعمل على كام؟ ثابته في كل الرسائل وكل الابحاث 10%، بتتعمل على 10% من التوتال سم. يبقى البايلوت ستادي بتتعمل على كام؟ حد يرد عليا. سنه رابعه 10% بتتعمل على 10% من التوتال نمبر اوف سامبل. طبعا في حاجه اسمها الفيلد وورك. الفيلد وورك اللي هو هاو ديد يو ابلاي ذا ريسيرش، ازاي انت طبقت البحث بتاعك؟ ان انا مثلا جبت الناس اللي انا اطبق عليهم البحث وعملت لهم مقابله، خدت منهم الموافقه، شرحت لهم البنفيتس بتاعت البحث بتاعي، فوائد البحث بتاعي، وايه هو البيربوس والام بتاع الاستادي بتاعتي، جمعتهم، عملت لهم سيشن، شرحت لهم البرنامج او المحاضره، عملت البري تيست والبوست تيست، كل ده اسمه الفيلد وورك. يبقى الفيلد وورك معناه ايه؟ هاو ذا ريسيرشر ابلاي ذا ريسيرش، ازاي الباحث طبق البحث بتاعه. الليميتيشن اوف ذا ستادي هي اللي كنا اتكلمنا فيها، قلنا الليميتيشن هي ايه؟ هي البارير اللي قابلت الباحث هو بيشتغل. بعد كده الاستاتستيكال اناليسيز اللي هي الاحصاء. الريزلت اللي هي الجداول. الجداول لها مواصفات؟ ايوه لها مواصفات، ما تبقاش اوفر كراودد، ما تبقاش مزدحمه. المفروض يبقى عدد العينه بتاعتي مكتوب جنب الجدول. المفروض يبقى عنوان الجدول كلير واضح. المفروض ان يبقى في تعليق على الجدول، والتعليق يكون صح ماشي مع النسب اللي جوه الجدول. خلاص. يبقى هنا اما نيجي اوصف الريزلت، يبقى الريزلت دي عباره عن ايه؟ على الفايندنج بتاعه الايه بتاعه الرساله بتاعتي. طبعا الريزلت بيبقى تكمله لها الفيجر. النتائج بتاعت الرساله بيبقى فيها جداول وفيها فيجر، بس المفروض ان الفيجر ما تبقاش هي نفس الجدول، يا اما جدول يا اما فيجر. ويعني ايه فيجر يا دكتور؟ فيجر يعني معمول كيرف كده، يعني مثلا احنا في تخفيف الالم بتاع الولاده، فيعملوا كيرف كده صوره يجيبوا فيها زي كده مستطيلات كبيره، مستطيل صغير وجنب منه مستطيل عالي، وبعد كده مستطيل زي الرسم البياني كده، فيبين ان ايه؟ ان شده الالم كانت عاليه قوي وبعد كده نزلت بعد استخدام الميديكيشن مثلا. المعلومات كانت قليله قوي قبل الشغل وبعد الشغل بقت ايه؟ بقت احسن، ويعمل لك الكيرف كده، يعني يرسم رسمه توضح ان الدنيا كانت شكلها ايه؟ كانت قبل الشغل كانت قليله وبعد الشغل بقت احسن. لو فتحتوا اي رساله هتلاقوا فيها فيجر. فيجر يعني شكل هندسي، مش فيجر صوره حد معين او صوره حاجه معينه، لا ده شكل هندسي بيبقى زي ايه؟ زي اسهم، زي مستطيلات كبيره وصغيره، زي كيرف رسم بياني من فوق لتحت ومن تحت لفوق. فاللي تحت ده بيبقى القليل واللي فوق
يبقى العالي. فالمفروض مثلا اللي تحت القليل ده يبقى ده قبل التطبيق، والعالي ده بقى بعد التطبيق، فده فيجر توضيحي يعني، يبقى ليه اشكال معينه. خلاص. بس الجدول يعني الجدول بيقول بيانات، ما ينفعش اجيب الفيجر تقول نفسي بيانات الجدول، لكن ممكن اخد جزء من الجدول اعمل له فيجر. احنا لو في ايدينا رساله كنا لو طلعتوا المكتبه هتشوفوا، تفتحوا الريزلت هتلاقوا فيها جداول وهتلاقوا فيها فيجر. اهم حاجه في الجداول عندي انها تعمل ريسيرش، ايه تعمل انسر للريسيرش كويتشن، تعمل اتشيفمنت ايم تحقق الهدف بتاعي، تجاوب على السؤال البحثي، او تعمل سبورت للريسيرش هايبوثيسيس. خلاص. الديسكشن ديت اللي احنا قلنا موجوده في الرساله، مش موجوده في البروتوكول، موجوده في البيبر للسيلكتد تيبل لو فاكرين. الديسكشن دي يعني ايه؟ باخد النتائج بتاعتي واخش بيها على النت، واشوف مين الابحاث اللي اتعملت شبه شغلي، واشوف نتائجي موافقه مع مين ومختلفه مع مين. يعني ممكن نتيجه البحث بتاعي تبقى ديساجري، ايوه ممكن تبقى ديساجري مع العالم الفلاني واجري مع العالم الثاني، يبقى انا في الديسكشن بقول شغلي اجري مع مين وديساجري مع مين. فابحاث الترقيه بقى عقبالكم كده اما تروحوا يعني كده وتعملوا ماجستير ودكتوراه وتترقوا بقى استاذ واستاذ مساعد، بيحاسبوا على الباحث ان يحط وجهه نظره، يعني يقول ليه اجري وليه ديساجري. لكن في مستوى الماجستير والدكتوراه يعني لو الباحث عملها يبقى يشكر. فالديسكشن دي باخد عنوان الجدول بتاعي واخش بيه على النت، واجيب الابحاث اللي اتعملت في شغل شبه شغلي، واقول نتائجي اجري مع مين وديس اجري مع مين. يبقى انا بستعين هنا بالايه؟ بستعين بالناشونال والانترناشونال ابديتد ريفرنس عشان ابدا بيها الايه الديسكشن بتاعتي، واقول البريزنت ستادي بتاعتي اجري مع مين من الريفرنس وديس اجري مع مين. خلاص. اسمها تفسير النتائج الديسكشن. دكتور اتفضل. الديسكشن عندنا مكتوب ان هو شو الديسكرايب اللي متشن في الاستادي، مش مكتوب نفس الكلام اللي في الباوربوينت؟ عادي، ما هو نفسه بس باسلوب مختلف. ما هو الامتحان حضرتك هيجي على ده ولا على ده؟ عادي، اقرا اللي عندك كده، اللي هو مكتوب شو الديسكرايب اللي متشن في الاستادي، شو ريليت تو ذا بروبلم اند البيربس اوف الاستادي، avoid the unexpected finding, avoid the repeating comment on result. It should simple. انت بقى لو ترجمت الكلام اللي عندك ده هتلاقيه مدي نفس الميننج. انا عايزك في الديسكشن تقول لي the present study اجري مع مين وديس اجري مع مين من الريفرنس. ماشي. خلاص. يعني اما هيجي نقول بس اجري مع مين وديس اجري مع مين وخلاص. ايوه، انا هي دي اهم حاجه عندك. يعني انا الكلام ده بيتشرح للماجستير وللدكتوراه. انا بالنسبه لكم زي ما قلت لكم كده في السامبل سايز، قلت لكم المعادله كبيره على سنكم، فانت يهمني بس في الدسكشن انت تبقى عارف ان انت بتشوف اجري مع مين من الريفرنس وديس اجري مع مين. خلاص. ماشي. بس دكتور برضو معظم الكلام اللي في الكتاب مختلف عن حضرتك شرحتيه في الباوربوينت. معايا؟ عايز تسال على علي صوتك بس عشان اسمعك. ماشي. بقول لك يا دكتور معظم الكلام اللي في الكتاب يعني مختلف عن حضرتك بتشرحي شويه في الباوربوينت. والله الكلام اللي في الكتاب هو نفس اللي الباوربوينت، بس يعني لو انت ركزت في المينج هتلاقيه واحد. تمام. طب تعالى نقرا مع بعض الشريحه اللي قدامك دي اللي هي بتاعه الدسكشن عشان ما ازعلكش. It is characterized by the depth and citation of the national and international old and updated reference. يعني دي بتتميز بايه؟ بالعمق، بالناشونال والانترناشونال والاولد والابديتد، بالمراجع العالميه والمحليه. خلاص. ذا ستادي انسر الريسيرش كويشن اور سبورت الريسيرش هايبوثيسز. الدراسه بتاعتي المفروض انها جاوبت على السؤال البحثي او عملت سبورت للهايبوثيسز. سيلكت الدسكشن اكوردنج تو سيلكتد تيبل، ده في البيبر، ان انا باخد الدسكشن بتاعه السيلكتد تيبل بس. Describe whether the finding of the study. خليك معايا بقى. انت معايا؟ معاك. سمعني الكلمة اللي انا هنطقها دي اهي في السطر اللي قبل الاخير من الشريحة. Describe whether the finding of the study agree or disagree with the scientific or scientist اللي هم العلماء يعني. انت لو طلعت لي بالجملة دي بالسطر ده يبقى انت كده فهمت الشغل. Describe whether the findings of the study agree or disagree with the scientist.
يبقى بتشوف الدراسه بتاعتنا او بتاعتك اجري الفايندنج بتاعتها اجري اور ديس اجري مع العلماء. It must explore the point of view. طبعا point of view دي اللي هي ايه؟ اللي هي وجهة نظر الباحث يعني، ودي قلنا هتتعمل في الابحاث مش معاك انت. فانت خد السطر ده بس من الشريحة، ما عندكش سطر بيقول كده describe whether the findings of the study agree or disagree with the scientist. ده ما عندوش سطر، ده ما عندكش سطر بيقول agree مع مين وdisagree مع مين. خلاص خدها دلوقتي اللي هي الايه اللي هي ال discussion describe whether the findings of the study agree or disagree with the scientist. وانا هنسمح دي ماشي دكتور. وانا بقولها اهو، وانا قلتها برضو في المدرج لزمايلكم اللي حضروا الفيس تو فيس. احنا في الدسكشن بشوف الشغل بتاعي اجري مع مين وديس اجري مع مين، هي دي اللي انا عايزاكم تعرفوها في المستوى بتاع سنه رابعه بس. ماشي اتفقنا؟ تمام يا دكتور. سنه رابعه انت يا كنت بتسال اسمك ايه؟ احمد. انت احمد مين؟ احمد عاطف؟ احمد مجدي. طيب بص يا احمد، هو الدسكشن معروفه في كل حته ان احنا بنشوف الشغل اللي شبه شغلنا ونقول شغلنا مشابه ولا غير مشابه، موافق العالم ده، موافق نتائجي، موافق على نتائجي ولا مش موافق عليه، شغلي متوافق معاه ولا لا. بس هو ده اسمه تفسير النتائج. قلنا بقى على مستوى الابحاث الباحث بيقول المبرر الراشونال ليه شغلي كان جاي مختلف عنه، ليه شغلي كان جاي متوافق مع شغله. فهي دي بس السطر ده، ممكن انا اخلي الشريحه لحد ما تنقلوه يعني. تمام ماشي يا دكتور. معايا؟ معاك يا دكتور. اهي الشريحه موجوده اهي، احنا قلنا ديسكرايب ويزر ذا فايندينجز اوف ذا ستادي اجري اور ديس اجري وذ ذا ساينتست، يعني بيشوف الشغل بتاعي البريزنت ستادي او الفايندينج النتائج بتاع شغلي متوافقه مع مين وغير متوافقه مع مين. بس كده ده اللي تعرفه في الدسكشن. هنقل على اللي بعد كده. ماشي. الكونكلوجن، الكونكلوجن اللي هي استنتاج الرساله كلها، statement in one or more paragraph، يعني ايه؟ بتتقال في فقره او فقرتين، ودي reflect الايه؟ reflect الاستادي والريسيرش اوت كام. يعني بطلع بقى في الكونكلوجن الاستنتاج، كانت الناس اعمارها قد ايه؟ وكانت الناس مواصفاتها ايه؟ وكان عندهم معلومات عن ايه؟ وكانوا بيشتكوا من ايه؟ وكانت الدنيا فيها ايه قبل تطبيق الباحث وبعد التطبيق كان شكلها ايه؟ كل ده بيقوم نقوله في الاستنتاج بقى. يبقى باراجراف او اتنين او ثلاثة بيعملوا ايه؟ بيوصفوا ديسكرايب او ريفليكت الاستادي اوت كامز، كانت النتائج بتاعتي شكلها ايه؟ كانت الدنيا شكلها ايه؟ وقلنا في بدايه شغلنا، وقلنا كل شغلنا معتمد على ايه؟ على ان انا بعمل اتشيف للايم، وان انا اعمل انسر للريسيرش كويشن او سبورت الهايبوثيسيس. كل الرساله مبنيه عشان كده، تحقق الهدف، تجاوب على السؤال البحثي، او تعمل سبورت للفرض البحث. كل تعب القلب بتاع الرساله ده عشان الثلاث حاجات دول، اتشيف للايم، تحقق الهدف بتاع الرساله اللي احنا كاتبينه في الاول اللي هو قريب من التايتل، اللي هو مشتق من التايتل، اتشيف للايم، انسر للريسيرش كويشن، سبورت او سبورت الهايبوثيسيس. اتفقنا؟ يبقى ده الكونكلوجن، وقلنا الكونكلوجن ده موجود في الرسالة وموجود في البيبر لكن مش موجود في البروتوكول. يعني بعيد كمان، أنا وأنا بشتغل بجيب المقارنة عشان أفكركم بيها وتثبت في دماغكم. الريكومنديشنز، الريكومنديشنز اللي هي التوصيات. قلت لكم لما جينا عملنا بحث على الطلاب ولقينا معلوماتهم قليلة، نيجي في الريكومنديشن نقول ايه؟ يجب عمل برنامج توعيه للطلاب ريليتد لايه بقى؟ الموضوع عنوان البحث. يجب اعطاء المرضى علاج لتخفيف الالم. فالريكومنديشن دي اللي هي توصيات، والمفروض انها بتبدا بفعل ديبند اون ذا تيبل. هي بتعتمد على النتائج بتاعتي، الفايندنج بتاعتي بيزد على الفايندنج. ماشي، والمفروض انها برضو ماشيه مع الايم، والمفروض بقى في التوصيات انها تبقى ابليكابل. يعني ايه ابليكابل؟ يعني ما اجيش اوصي بحاجه ما هياش تمشي مع الكالتشر بتاعتنا. احنا عندنا في ايجيبشن كالتشر معينه، عندنا امكانيات معينه، لازم لما اقول توصيات اقول التوصيات تمشي مع امكانيات البلد بتاعتنا، امكانيات المستوى التعليمي بتاعنا، امكانيات كل حاجه. يبقى المفروض انها كلمه ابليكابل يعني انها تبقى ماشيه مع امكانياتنا.
ما جيش اقول انا هعمل هروح اعمل في الاعلام واعمل مش عارف ايه واعمل ايه. انا لما اجي اقول حاجه اقول حاجه اقدر ايه اطبقها. توصيه تقدر تطبق، اعمل برشور، اعمل اويرنس بروجرام، اعمل بروتوكولات، لكن ما جيش اقول ان انا اعمل توعيه من خلال التلفزيون. انا هقدر اوصل للتلفزيون؟ فلما تيجي تدي توصيه ادي توصيه ان انت تقدر تطبقها، اسمها ابليكابل. المفروض انها ابليكابل يعني ايه؟ يعني ينفع تطبيقها على المستوى الطبيعي بتاعنا، مستوى الحياه بتاعتنا. خلاص قلنا في انها بتنتهي في بالفرزر ريسيرشز، يعني بقول الابحاث المستقبليه. انا من شغلي بوصي ان عمل بحث قريب من موضوعي عشان يوضح نقطه معانا انا ما اقدرش اوضحها، يبقى في 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 الريكومنديشن يستحب انها تنتهي بالفرزر ريسيرشز. يعني ايه؟ يعني فيوتشر ريسيرشز، انا بدي مقترح. اما بيجي زمايلكم في الماجستير والدكتوراه يقولوا لي عايزين نختار عنوان، اقول لهم اطلعوا افتحوا الرسائل في المكتبه وطلعوا الريكومنديشن وطلعوا الفرزر ريسيرشز واختاروا منها الموضوعات، ممكن هاتوها لي علشان نختار منها موضوعات ينفع تتعمل. يبقى الفرزر ريسيرشز دي الابحاث المستقبليه، دي بتبقى نهايتها فين؟ في نهايه الريكومنديشن. يبقى الريكومنديشن مالها؟ بيزد على الفايندنج، المفروض انها تبقى ايه؟ تبقى ابليكابل، طالعه من الجداول. الجداول بتقول في مشكله في الحته دي، اوصي انا واحط حلول للمشكله، هي دي التوصيات. خلاص يبقى الريكومنديشن بيزد على ايه؟ حد يرد عليا. سنه رابعه طالعه من الجداول اللي عندي ايتم الفايندنج، بيزد على الفايندنج، بيزد على الفايندنج والاوت كومز بتاعت الاستادي بتاعتي، والمفروض انها بتبقى من الكرايتيريا بتاعتها انها تبقى ايه؟ اهم حاجه في الريكومنديشن تبقى ايه؟ ابليكابل. برافو عليك، برافو عليك. خلاص كده ان شاء الله هتنجحوا كلكم وتجيبوا امتياز في الريسيرش. طبعا الريفرنس المفروض انها تبقى ايه؟ في ناس بقى بتيجي في الاخر وتجيب كل الريفرنس اللي قابلتها وهي بتعمل ريسيرش تحطها لنا في الرساله. المفروض ان الريفرنس اخد الريفرنس اللي انا اشتغلت بيها بالظبط واكتبها صح، واكتبها بالتواريخ بتاعتها، واكتبها بالطريقه الصح لكتابه الريفرنس اللي انتوا خدتوها، او تو رايت ريفرنس. ماشي؟ يبقى الريفرنس اللي استعين بيها هي اللي انا اشتغلت بيها اثناء البحث، ما احطش حاجات زياده، ما اعملش ريبيتيشن للريفرنس، واكتب البيج اللي انا اخترتها، واكتب لو خدت من مجله اكتب كل حاجه مكتوبه في كتابه الريفرنس اكتبها صح. خلاص عرفنا الريفرنس في الرساله، كل الريفرنس في البروتوكول الجزء بتاع الانترودكشن بس، في البيبر بتاعه الانترودكشن وبتاعه الديسكشن اللي خد سيلكتد بايه تيبل. ماشي؟ يبقى دي بالنسبه لي الريفرنس. طبعا الريفرنس دي كانت اخر حاجه، المفروض انها انف ولا لا، ابديتد ولا لا، اما جام كود بقى اقول انها ابديتد ريفرنس، انف كانت كافيه. خلاص كانت ناشونال وانترناشونال، دي بعض الحاجات اللي بتتكتب في الريفرنس. خلاص يا سنه رابعه، يبقى احنا كده اتكلمنا فيه عشان تبقوا معايا بس، اتكلمنا في البروتوكول، اتكلمنا في البيبر، اتكلمنا في السيسز، اتكلمنا في الكريتيك، ازاي اعمل كريتيك ان انا اعرف كرايتيريا بتاعت كل حاجه، اتكلمنا في الفرق بين الابستراكت والسمري، عشان لو جه سؤال في الامتحان الفرق بين الابستراكت والسمري ممكن اخد اجزاء معينه واسال فيها، مش لازم اجيب السؤال كامل. السمري عباره عن 250 كلمه، حد يرد عليا؟ السمري لا، ده الابستراكت، يبقى ده الابستراكت اللي ما يزيدش عن 250 كلمه. برافو. السمري ممكن اكتب فيه الريزلت، سمرايز للريزلت، صح كده؟ في سطر واثنين وثلاثه، لكن في الابستراكت اكتبها في جملتين بس او ثلاث جمل، فرق بين الجمل والسطور. يبقى السمري حاجه مكبره للابستراكت، عشان كده قلنا السمري ما ينفعش احطه في البيبر. السمري موجود في البروتوكول، حد يرد عليا؟ سنه رابعه بيبقى موجود، اقول ان هو ويل بي السمري موجود، ماشي البروتوكول بقول فيه بيقول، لكن السمري موجود في البروتوكول؟ لا. ايوه تمام كده. طبعا ان شاء الله الماده بتاعتنا سهله، وان شاء الله باذن الله لو ذاكرتوها ولقيتوا اي حاجه قدامكم صعبه تواصلوا مع ياسمين اللي هي مع التيم ليدر احمد او ياسمين، وهم بيتواصلوا معايا على الواتس، او خدوا الرقم وابعتوا لي على الواتس اللي انتم مش عارفينه، صفحه كذا دكتوره محتاجين تفسير صفحه كذا.
انا هرد عليكم على طول واشرح له، انا ما عنديش اي مشاكل. خلاص متفقين؟ انا عايزاكم تجيبوا الناس في ماده الريسيرش دي، خساره لان فيها تقدير ويرفع تقديركم، والماده سهله باذن الله هتكون سهله يعني. اتفقنا؟ عندكم اي مشكله في المحاضرات بتاعتي؟ وبنا المحاضرات بتاعتي السامبلينج، محاضره هاو تو رايت ريسيرش بروبوزل اللي هو البروتوكول، بين قوسين كده تكتبوا البروتوكول، محاضره الكومبوننت بتاعت السيسز، محاضره الكومبوننت بتاعت البيبر والبروتوكول والكريتي، كل ده تبعي وكل ده هيجي منه في الامتحان. اتفقنا؟ سنه رابعه بقولها للمره الالف، اللي مش واضح عنده في الكتاب اي صفحه ياخد رقم من احمد عاطف اللي هو الليدر وبعت لي على الواتس، لو سمحت يا دكتوره تفسير صفحه كذا، انا هطلبه وانا هشرح له واوضح له، سواء بنت اول هشرح له الصفحه دي. اتفقنا؟ الباور بوينت ده هخلي الاستاذ محمد ينزله لكم، في باور بوينت قبل كده انا نزل، اكيد هم نزلوه، وانا بعته لاحمد عاطف على فكره الباور بوينت، وبعته لياسمين على الواتس. اتفقنا يا ساره رابعه؟ عايزين مني اي حاجه؟ يا دكتور لو سمحت، امورن المحاضره اللي هي اللي فاتت، المطلوب مننا المقارنات بس اللي ما بين الكومبوننت بتاعت السيسز مثلا والبيبر وكده، لكن في كلام نظري تاني كده في اول المحاضره، ده مش مطلوب مننا؟ لو قريت النظري هتلاقيه هو الحاجات اللي موجوده جوه الجدول صدقني، بس هي المشكله عندكم في الكتاب ان في عناوين سودا كده ما طلعتش في الطباعه يعني. أيوة انا كتبت الكتاب في عناوين كده سودا ما طلعتش في الطباعه دي، ممكن ابقى اكتبها واوديها لياسمين او ابعتها لاحمد، اصورها وابعتها لاحمد على الواتس، وياسمين او احمد يوصلوها لكم ينزلوها لكم على الجروب يعني. كل عنوان كده في عناوين كده متظلله باسود فمش باين، انا اكتبها بخط ايدي وابعتها لاحمد او ياسمين ونزلها لكم على الجروب، لكن انت لو قريت الكونتنت صدقني هي نفس الكلام، بالعكس ده اما تقرا هنا وتقرا هنا هتفهم، مفيش اي مشكله. وبرده بقول ابعت لي على الواتس الصفحه اللي مش فاهمينها، اللي انت يعني اي حد فيكم يقرا صفحه يلاقي نفسه مش فاهم فيها لو سطرين يكتب لي رقم الصفحه وانا هتصل عليه اوضح له الحاجه دي. في اكتر من كده؟ تمام يا سنه رابعه، يلا كل سنه وانتم طيبين وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. اي سؤال اي استفسار؟ الباور بوينت بس هتطلعت منزل الباور بوينت، هخلي استاذ محمد ينزلها. ماشي شكرا. تمام ماشي، وانا اللي بقوله سواء في يعني وانا بقول كده الكلام وانا بتكلم بقول حاجات اسئله وبقول حاجات كتيره، كل ده انتم ملزمين بيه، وقلت برضو في القاعه وهدي امثله واجيب عليها اسئله، ده كل ده عايز فهم وعايزك تقرا بتاني، بس لو ركزتوا ساعه واحده كده في المحاضرات كلها هتفهموا. أشوفكم على خير بإذن الله، كل سنة وانتم طيبين. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاص اقفلها. الله يكرمك يعني انا طول ما انت في الاي تي انا مش شايلها. الله يخليك. تسلم. انا المره اللي فاتت